بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شرح دكتور أحمد الشاهد الجزء النظري الخاص بالضوء واللي كان متمثل في محاضرات عن الفيزيكال أوبتكس والجيومتريك أوبتكس، تعالوا نطبق ده على العين باعتبارها أن أوبتيكال سيستم. وكانت النتيجة هي وضع رسم تخيلي للعين من الناحية النظرية لتحديد القياسات البصرية المختلفة، وده اللي بنسميه السكيماتيك آي. ولكن قبل شرح السكيماتيك آي، تعالوا أذكركم ببعض النقاط البسيطة اللي هتساعدنا في الفهم. فاكرين لما درسنا العدسات كنا بنستعيض عن رسم العدسة بخط يمثل العدسة عمودي على الأكسس؟ هذا الخط بيمثل المحصلة لتأثير العدسة على الأشعة، وكنا بنسميه البرينسيبال بلين. نقطة تانية أفكركم بيها، وهي إن الأشعة المتوازية لما تسقط على العدسة كانت بتتجمع في نقطة بنسميها الفوكس. نقطة أخيرة، إنه كان هناك نقطة خاصة بكل عدسة عندما يمر بها الأشعة لا تعاني من أي انكسار، وبنسميها النودال بوينت، مع ملاحظة إن مكان النودال بوينت ليس بالضرورة أن يكون في منتصف العدسة، ولكن وضعها بيختلف تبع شكل العدسة. يعني في النهاية بنلخص ونقول كل عدسة لها برينسيبال بلين، لها فوكس، لها نودال بوينت. تعالوا ننتقل إلى السكيماتيك آي اللي هي عبارة عن رسم تخيلي بيوضح الأوبتيكال بروبرتيز أوف ذا آي. السكيماتيك آي قايمة على أساس الهوموسنتريك سيستم أو الجاوس ثيوري. الهوموسنتريك سيستم بينص على إن إني دايوبتريك سيستم، وده طبعا بيشمل الهيومن آي. And this system بيتكون من إني نمبر أوف ميديا bounded by centered spherical surfaces has three pairs of cardinal points. قبل ما نشرح الكاردينال بوينتس، عاوز ألفت نظركم لكلمة في الديفينيشن، وهي كلمة centered، ودي معناها إن كل السفيريكال سيرفيسز متسنترة على نفس الأوبتيكال أكسس. أول نقطتين من الكاردينال بوينتس هما F و F داش، اللي هما عبارة عن الفوساي of the optical system. لو بصينا للشكل اللي موجود قدامنا هنلاقي ان في an object in front of the system اللي هو H1. هيخرج منه أشعة في جميع الاتجاهات. لو خدت الريز اللي هي parallel للأوبتيكال أكسس اللي هي باللون الأحمر، هيحصل لها refraction بالسيستم وهتتجمع في نقطة اللي هي F داش اللي هي الفوكس بتاعة السيستم. يبقى إذن F داش is the meeting of parallel rays entering the system، وبالمثل هيبقى F is the meeting of parallel rays emerging from. النقطتين التانيين هما ال B وال P داش اللي هما ال first وال second principal plane، ولو بصينا للرسمة هنتلاقيهم إن هما بيتعامدوا على الأوبتيكال أكسس وبيقطعوه عند النقطتين H و H داش. وزي ما قلنا قبل كده إن الـ Principal Plane هو عبارة عن الـ Effective Plane أو المحصلة اللي بيحدث عندها الـ Refraction. طيب مكانهم فين؟ The exact position of the Principal Planes depends on a number of factors. نمرة واحد الـ Curvature of Spherical Surfaces. نمرة 2 the distances
in between. نمرة 3 the index of refraction of the medium. آخر نقطتين هما N و N dash, the first nodal point and the second nodal point. طيب مكانهم فين؟ مكانهم بيختلف تبع السيستم. مثلا when the medium on both sides is the same air مثلا هنلاقي the nodal points coincide with the principal plane. يعني في الرسمة دي N هتنطبق على H وN داش هتنطبق على H داش. ولكن إذا اختلف الميديم in front عن الميديم behind زي العين مثلا هنلاقي إن في air in front ونلاقي إن الفيتريس behind هنلاقي إن مكان الN والN داش لا ينطبقوا على الH والH داش وإنما هيبقوا نقطتين مختلفتين على الأوبتيك أكسس. هناك بعض القوانين المرتبطة بالهوموسنتريك سيستم. أول هذه القوانين هو القانون اللي بيربط العلاقة ما بين الكونجوجيت ديستانسز والفوكال ديستانسز اللي بيسمى نيوتن فورمولا. نيوتن فورمولا بتقول x1 x2 بتساوي f f داش. x1 هو عبارة عن المسافة ما بين الأوبجكت و f و x2 هي عبارة عن المسافة ما بين الإيمج و f داش. f f داش هي عبارة عن الأنتيريور والبوستيريور فوكال لينزز. القانون الثاني بيربط ما بين الكونجوجيت ديستانس والبرنسبل بوينتس. بيقول F على S1 زائد F داش على S2 بيساوي 1. F F داش زي ما قلنا هو عبارة عن الأنتيرور والبوستيرور فوكال لينزز. S1 هو المسافة ما بين الأوبجكت والأنتيرور برنسبل بلين و S2 هي عبارة عن المسافة ما بين الإيمج والسكند برينسيبال بلين. سكيماتيك اي. سكيماتيك اي از ا موديل رسم نظري عشان يوضح الاوبتيكال بروبرتيز اوف ذا اي. سكيماتيك اي زي ما قلنا قبل كده معتمد على الهوموسنتريك سيستم. وكما قلنا الهوموسنتريك سيستم له 6 كاردينال بوينت. برضو السكيماتيك اي there are 6 effective planes وال 6 effective planes دول are perpendicular to the optic axis. طيب القياسات اللي احنا شايفينها دي متاخدة منين؟ measurement are taken from the anterior surface of the cornea. يعني نقطة الصفر هي ال anterior surface of the cornea. H1 و H2 دول عبارة عن الفيرست والسكند برينسيبال بلينز. N1 و N2 هي عبارة عن الفيرست والسكند نودال بوينتس. D1 و D2 هي عبارة عن الانتيرير فوكال لينز والبوستيرير فوكال لينز. زي ما هو واضح رسم السكيماتيك اي الى حد ما معقد وبه كثير من الفجر. فللتبسيط اقترح two other models وسميت reduced eye. اول هذه المودلز هو listing reduced eye. ايه هي خصائص listing reduced eye؟ نمرة 1 it has single nodal points. يعني بدل two nodal points بقى في one nodal point وهي في نفس الوقت بتريبريزنت السنتر اوف كيرفيتشر. While the surface itself is a plane passing through H اللي هو بيبعد 1.5 ملي behind the cornea. نمرة 2 the radius of curvature يساوي 5.7 ملم. يعني المسافة ما بين N
و H تساوي 5.7 مليمتر. نمرة 3 It has a surface separating two media. One in front الرفراكتيف إندكس بتاعه بيساوي 1 and one behind الرفراكتيف إندكس بتاعه بيساوي 1.33. It has two focal lenses anterior and posterior. Anterior focal lens بيساوي 17.2 مليمتر and the posterior focal lens بيساوي 22.9 مليمتر. The other model of reduced eye is Donder's reduced eye. للتبسيط أكتر, Donder treated the eye as a single surface. This surface lies 2 mm behind the cornea and its radius of curvature is 5 mm. Donder's reduced eye has anterior and posterior focal lenses of 15 and 20 mm. So, in Donder's reduced eye, the eye is aphakic, no crystalline lens. The cornea is the only refracting surface. And to compensate for the absence of the lens, corneal curvature is increased to compensate for the crystalline lens. The center of curvature is 5 mm from the corneal surface and coincide with the nodal point N. F1 equal 15 mm and F2 equal 15 mm from the nodal point. Refraction is static, no lens, no accommodation. من التطبيقات على الدوندرز ريديوزد اي, ازاي اقدر اقيس الريتينال ايمج سايز. According to Donder's reduced eye, عندي العلاقة اللي بتقول ان O على I تساوي U على V. O دي طول الأوبجكت وده ممكن قياسه. U هي بعد الأوبجكت وده برضه ممكن قياسه. V هناخدها من Donder's eye وبتساوي 15 ملي. يبقى المجهول الوحيد اللي هو الآي اللي هو في الرسمة AB وده اللي بيمثل الريتينال ايمج سايز. Optical constants of the eye دي عبارة عن مجموعة من القياسات الهامة جدا جدا والخاصة بالعين والمفروض انها تكون في الذاكرة دائما. اول هذه القياسات هي الرادياي اوف كيرفيتشر الخاصة بالكورنيا واللينز. الرادياي اوف كيرفيتشر يمكن قياسها اما باجهزة بصرية اوبتيكال زي الكراتوميتر او حاليا بنقيسها باجهزة حديثة بتعتمد على الالتراسونوجرافي او التصوير بكاميرات معينة مثال البنتاكام. طيب ايه هي الرادياي اوف كيرفيتشر اوف ذا كورنيا اند lens. The radius of curvature of anterior surface of the cornea equal 8 mm بينما the posterior surface of the cornea equal 6.2 mm. The radius of curvature of the anterior surface of the lens equal 10.2 mm بينما the posterior surface of the lens equal 6.2. النقطة الثانية اللي هي distances between different media ودي بنقيسها من الـ anterior corneal surface. مرة تانية الـ distances دي ممكن ان احنا نقيسها بأجهزة بصرية زي الـ optical bathymetry او بواسطة أجهزة بتعتمد على الـ ultrasonography. زي ما قلنا القياسات دي بتتاخد
من الـ anterior corneal surface، يعني الـ anterior corneal surface يساوي 0، posterior corneal surface 1 مليمتر، يبقى thickness بتاعت الكورنيا في الأوبتكس 1 مليمتر. The anterior surface of the lens 3 مليمتر. لو طرحنا thickness بتاعة الكورنيا يبقى depth of the anterior chamber equal 2.5 مليمتر. The posterior surface of the lens equal 7.5 مليمتر. لو طرحنا ده من الرقم اللي قبليه هيطلع لنا ال thickness of the lens بتساوي 4 مليمتر. الحاجة التالتة وهي ال index of refraction. ال index of refraction بنقيسه بجهاز اسمه ابس ريفراكتوميتر، وده بيعتمد في شغله على الكريتيكال انجل. ايه هي الانديسز اوف ريفراكشن؟ الاندكس اوف ريفراكشن اوف ذا اير ده بيساوي اليونت، يعني 1. الاندكس اوف ريفراكشن اوف ذا كورنيا بيساوي 1.37. الاندكس اوف ريفراكشن اوف ذا اكواس اند ذا فيتريس is the same وبيساوي 1.33. الاندكس اوف ريفراكشن اوف كريستالين لينز اعلى منهم شويه وبيساوي 1.42. تعالوا نستخدم الاوبتيكال كونستانت لقياس الديوبتريك فاليوز اوف ذا كورنيا اند ذا لينز. First the cornea. The cornea has two different media. Air in front زي ما قلنا الريفراكتيف اندكس بتاعه 1، and aqueous behind والريفراكتيف اندكس بتاعه 1.33. لذلك the anterior principal focus and the posterior principal focus are different. باستخدام القانون اللي بيقول ان F1 يساوي N1R على N2-N1 هنجد ان الـ anterior principal focus of the cornea بيساوي 24 مليمتر in front and the posterior principal focus يساوي 32 مليمتر behind. وبالتالي اقدر احسب diopteric value of the cornea هتساوي 42 ديوبتر. نمرة 2 the lens. ممكن اعتبر ان اللينز لو اخدناها as a whole as biconvex lens with its thickness of 4 مليمتر، وعلى اعتبار ان ال 2 media ال front and behind the same من ناحية الريفراكتيف اندكس، لان زي ما قلنا ان الريفراكتيف اندكس of the aqueous بيساوي الريفراكتيف اندكس of the vitreous، وبالتالي هيبقى the anterior and the posterior principal foci are the same وبيساوي 56 مليمتر. وبالتالي سيوبتريك فاليو of the lens هتساوي 17.8 ديوبتر. نقطة أخيرة خاصة بالأوبتيكال كونستانت. كل الأجهزة اللي بتخص هذه القياسات ان شاء الله هنشرحها في الجزء الخاص بوصف الاجهزة المختلفة للأوبتكس. Thank you.